يا اخي وينك؟ انا واقف في نص الطريق ما في نت، ما اقدر اشوف شيء. انت بعد ما لقيت الا المكان ذا تجيبنا فيه ما في شبكه يا اخي. يا اخي انا ما قلت لك قبل اسبوع بنطلع الفجر ورا ما جيت معنا انت الله يهديك بعد. يا اخوي يخلص علينا وصف له. تاخرنا. وشلون اوصف له ابن حلال؟ اقول له انا بنص الطريق واقف على اليمين. سلامات. تحتاجون فزع يا شباب؟ ابد والله يا اخوي، خوينا ضايع متورطين ولا ندري كيف نرسل اللوكيشن. الله يطول بعمرك. من قالك يحتاج لوكيشن اصلا؟ ابد. هاللوحه هذه تخلي خويكم يعرف وينكم بالضبط. طريق 40 العلامه 860. اسمع، لقينا الحل. طريق 40 علامه 860 باتجاه الطايف. يعطيك وين راح؟ ها يا عيال، تبون حليب ياهق؟ من وين جبته؟ ايش رايكم ننقز ونكشف عنده؟ انتبه، الشبك هذا حاطينه لسلامتكم وعشان ما يطلع المزيون للطريق ويتسبب الحوادث لكم ولا لغيركم لا سمح الله. طريق السفر لغة تحتاج تفهمها عشان توصل بالسلامة، فركز وانتبه للوحات، هذه مثلا تنبهك بوجود عبور جمال، وهذه نهاية ممنوع التجاوز، وذي تحذرك من احتمالية صخور متساقطة، وغيرها الكثير من اللوحات اللي تخاطبك لأجل سلامتك وسلامة غيرك. انتبه لها وعينك على الطريق.